يا صباح الزمالك، صباح الفل على حضراتكم اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين في كل مكان. حلقه جديده من نهارك ابيض، حلقه يوم الاحد 21 يوليو 2024، ونهار ابيض سعيد على كل جماهير نادي الزمالك العظيمه في كل مكان. ان شاء الله النهارده في الجزء الاخير من حلقتنا هيكون منورني الكابتن محمد حسن نجم نادي الزمالك السابق، وحديث كروي عن مباراه اليوم اللي هتجمع نادي الزمالك مع نادي الداخليه في الجوله 31 من دوري نايل دوري المصري الممتاز، اللي المباراه اللي اكيد هتكون مهمه جدا وهتكون صعبه على نادي الزمالك. وبما ان احنا بقى بنتكلم عن ماتش الزمالك النهارده، فقصه بقى التشكيل واللعيبه وكل الكلام اللي حضراتكم عارفينه، فاحنا حابين النهارده نفتح لكم الصوره شويه. عايزين النهارده نركز على اللعيبه اللي بصراحه بتقدم مردود وبتقدم اداء بيستحق الاشاده الفتره اللي فاتت. طبعا في البدايه كان قرار مستر جوميز مديرنا الفني بعدم اعلان قائمه الفريق حتى انتهاء بطوله الدوري، هي تعتبر سياسه جديده بيواصل مستر جوميز اتباعها للمباراه الثالثه او الرابعه على التوالي. والحقيقه يعني ما نقدرش نقول ان هو امر سلبي، لكن اعلان القايمه احيانا بيكون مضر اكتر ما هو مفيد. احنا كجماهير او كمشاهدين او كاي حاجه بالنسبه لنادي الزمالك، ساعات الجمهور بيكون في بعض الامور اللي مش على درايه تامه بيها، مش كل حاجه الناس تعرفها، مش كل الجمهور عارف ايه الكواليس اللي بتدور جوه فريق الكوره في نادي الزمالك. لكن دايما الجمهور بيبقى استفساره عن لعيبه معينه، ليه فلان بيبقى بره القايمه؟ طب ليه اللعيب ده مش موجود؟ طب ليه اللعيب ده ما بياخدش وقت اكتر؟ كل ده بيعمل بلبله ملهاش لازمه بالنسبه لها. لكن خلينا نقول لكم ان على الموجودين بقى النهارده في اتنين لعيبه لازم نقف عندهم بالتحديد، واولهم محمد صبحي. محمد صبحي بصراحه بقى له اربع ماتشات بشكل متتالي ما شاء الله، يعني نمسك الخشب، تركيز، اداء جيد، سرعه رد فعل، ذهنه دايما بيبقى حاضر في معظم اوقات المباراه، واستعاد تاني ورجع لنفسه تاني الثقه بشكل كبير. وبالنسبه بقى ادائه في الماتشات، فبصراحه يعني بيتعامل مع معظم الكرات بشكل ممتاز، وخاصه لو نفتكر في كره ماتش بروكسي الاخيره اللي تسببت في انفراد الكره اللي كانت في نهايه المباراه، كان برضو زي ما بقول لكم عنده الريفليكس وعنده سرعه رد الفعل بشكل ممتاز، وعارف هو واقف فين وحاسس بالمكان زي ما بنقول. فمحمد صبحي في المجمل رجعت تشوفه تاني وهو موجود او واقف في حراسه مرمى نادي الزمالك، انت كجمهور بقيت مطمن، لانه الراجل بقاله فتره اداؤه ثابت، بيتعامل زي ما انا بقول مع معظم القرارات اللي بتيجي عليه بشكل جيد جدا. لكن الاهم الاستمراريه، الاهم اللي انا حافظ على مستوايا، الاهم اللي انا احافظ على الاداء اللي انا مكمل بيه واركز واحافظ على مكاني. احنا عارفين مركز حراسه المرمى دايما بيبقى من المراكز الحساسه في اي فريق، يعني ما ينفعش الحارس يتغير او يبقى في حارس تاني موجود مكانه، غير يعني لو حصل خطا جسيم او لو حصل اخطاء بشكل متتالي في عدد من الماتشات. فلازم على محمد صبحي التركيز، احنا داخلين كلها على بطولات مهمه، فمحتاجين الأداء الثابت يكون موجود، محتاجين الثقة تكون موجودة زي ما هي وتكون أكتر كمان خلال الفترة اللي جاية. وده طبعا مع الوضع في الاعتبار أن كل ماتش بتقدم فيه المطلوب وبتعمل اللي عليك، الثقة بتزيد عندك. وده على فكرة بينطبق على أي لعيب، بينطبق على كل لعيبة، الماتش عن ماتش كل ماتش بيفرق في ثقة اللعيب في نفسه، وبيفرق في أداء اللعيب في المباراة، والاداء بيعلى والمستوى بيعلى. هو ده اللي احنا طالبينه من محمد صبحي، ان هو يكمل على الاداء والمستوى اللي هو ماشي بيه مع نادي الزمالك خلال الفتره اللي فاتت. لعيب تاني مهم جدا كلنا كنا منتظرين عودته بفارغ الصبر، احمد فتوح. فتوح يا جماعه حاجه في غايه الاهميه بالنسبه لتشكيل نادي الزمالك وبالنسبه لفريق نادي الزمالك. كمان الاصابه الاخيره لفتوح كانت عبارة عن التواء في الكاحل، إصابة عايز أقول لكم إنها صعبة جدا، إصابة رخمة جدا بالنسبة للعيب الكورة، وكمان بتحتاج فترة من الماتشات عشان اللاعب يستعيد حساسية الملعب وحساسية الماتشات لحد حتى. وده كلام يمكن اتكلمنا فيه مع دكتور محمد أسامة،
الراجل اتكلم وقال حتى الاصابه دي اما اللعيب بيرجع بتحتاج لوقت، حتى الاوتار بتاعت رجل اللعيب ترجع لمكانها والوضعها الطبيعي، لان الاصابه دي ممكن في اي لحظه لا قدر الله ترجع تاني، اي بقى تحرك غلط، اي جامبنج او اي ارتقاء مع اي لعيب في اي التحام في المباراه برضو بشكل غلط او بشكل مش صحيح، ممكن الاصابه تتجدد وممكن الاصابه ترجع تاني. عشان كده فتوح في معظم الكرات الصعبه في المباراه اللي فاتت ما كانش قادر يحط نفسه او يحط جسمه بشكل جيد او بشكل قوي، عشان هو عارف حجم الاصابه ومدى الاصابه اللي هو تعرض ليها واللي عطلته فتره تعتبر كبيره عن نادي الزمالك. عشان كده كمان شفنا اللي عمله مستر جوميز في تغيير فتوح كان صح جدا، الراجل بيحاول يرجعه للماتشات بالشكل والوضع اللي يحافظ عليه، مش مستعجل، لازم يديله واحده واحده، لازم يبقى في عمليه التدريج في عوده احمد فتوح وفي الوقت اللي احمد فتوح المفروض ياخده في الماتشات، لان احمد فتوح يا جماعه برده يعني مش بس هو واحد من اهم اللعيبه في نادي الزمالك يعني بشكل فردي او على المستوى الجماعي، احمد فتوح من اهم مفاتيح منتخب مصر. احنا شفنا برده منتخب مصر الفتره اللي فاتت او اخر ماتشين في التصفيات كان كابتن حسام حسن بيعاني في غياب احمد فتوح اللي يعتبر افضل ظهير ايسر او افضل باك ليفت في مصر والمنتخب مصر، اللي عند احمد فتوح مش موجود عند اي باك شمال موجود في مصر كلها. الادوار والشغل اللي بيعمله احمد فتوح سواء في الوقت الحالي مع مستر جوزيه جوميز او حتى قبل كده لو نفتكر مع مستر اوسوريو قبل ما يمشي ما يعملهاش الا لعيب كبير. الادوار المركبه واللي انا ادخل في نص الملعب واللي انا ابقى يعني جناح هجومي اكتر من ان انا دفاعي، ده ما يعملوش غير لعيب بمواصفات خاصه بامكانيات خاصه موجوده عند احمد فتوح. لعيب عنده حلول، لعيب يقدر يوجد في اكتر من مركز، وهو ده الميزه اللي بتميز اللاعب دونا عن اي لعيب تاني في مصر، وده طبعا ما يقللش ابدا احنا عندنا يعني في مستوى او في مركز الباك ليفت في مصر عندنا يعني لعيبه كلها بصراحه محترمه ولعيبه كلها كويسه، محمد حمدي بيراميدز، محمد حمدي بارتو امبي اللي لسه طالع، وعندنا لعيبه مش عايز انسى حد، ومحمد شكري اللي كان موجود في سيراميكا طبعا يعني اللي تعرض لاصابه الرباط الصليبي، عندنا لعيبه، لكن احمد فتوح دايما مش عشان هو في نادي الزمالك، لكن دايما هو بيبقى عنده قدرات خاصه، هو عنده امكانيات خاصه، ومفيش مدرب سواء جه نادي الزمالك او حتى كان في منتخب مصر ما لعبش احمد فتوح بشكل اساسي، واحد من اللعيبه الكبار جدا في الكره المصريه اللي كمان مستر جوميز هيديهم الفتره اللي جايه بشكل تدريجي، لان يعني طبيعي كان مريح فتره طويله بسبب اصابته. عشان كده سياسه الشباب اللي احنا يعني تعودنا نشوفها الفتره اللي فاتت مع مستر جوزيه جوميز في تغييراته بالنسبه لفريق نادي الزمالك يمكن ما تطولش احمد فتوح، لكن خلينا نتابع وخلينا نشوف فكر مستر جوميز وسياسة مستر جوميز بشكل عام في المباريات المتبقية نادي الزمالك سواء في بطولة الدوري أو في بطولة الكاس أو حتى في البطولات اللي جاية اللي هيشارك فيها نادي الزمالك. زي ما أنا قلت لحضراتكم مستر جوميز هو أكتر واحد وأدرى واحد عارف مين اللي يلعب ومين اللي ما يلعبش، مين اللي يبقى موجود في المركز ده ومين اللي ما يبقاش موجود، ومين اللي ياخد وقت قد كده ومين اللي لأ، اللعيب ده عايز مساحة معينة من الوقت أو عايز فترة معينة من المباراة، وكمان على حسب سير المباراة زي ما احنا شفنا يعني آراء بقى الناس الفترة اللي فاتت عن اللي أنا المفروض أدي اللعيبة الناشئين في وقت الفرقة لازم تبقى كسبانة فيه، اللي أنا أدي اللعيبة الناشئين في وقت تكون الفرقة بشكل عام ظروفها كويسة، لكن الراجل عنده فكر معين عايز يطبقه. بالنسبة له ممكن اللعيبة الناشئين دي يبقوا مهمين جدا معاه بالنسبة للتحضير للموسم اللي جاي. ممكن هو من وجهة نظره اللي انا اما لاعب اللعيب في الظروف دي وفي الضغط الماتشات اللي موجود ده اشوف انا بقى شخصية اللاعب واشوف معدن اللاعب عامل ازاي. القصة مش قصة اللي انا اديله في السهل او اديله والفرقة مرتاحة او الفرقة كسبانة او الكلام ده، كل مدرب ليه وجهة نظر غير المدرب التاني، وده زي ما احنا دايما يعني على مدار متابعتنا للكورة من ساعة اي حد متابع كرة القدم دايما بيبقى كل مدير فني ليه وجهه نظر في لاعب معين. احنا بنشوف ياما مدربين كبار كانوا مقتنعين بلعيبه جامده جدا، وفي مدربين تاني كبار برضو مش مقتنعين باللعيبه دي.
فهي في الاول وفي الاخر وجهات نظر، هي في الاول وفي الاخر سياسه وتعليمات وسيستم بيحاول يحطه المدير الفني، لكن احنا كلنا ثقه، كلنا دعم، سواء في مديرنا الفني والجهاز الفني بالكامل، كلنا ثقه ودعم للاعيبه نادي الزمالك، اللعيبه الرجاله اللي موجودين في الوقت الحالي اللي قدروا يحققوا اللقب الافريقي البطوله الكونفدراليه في ظروف كانت استثنائيه وفي ظروف كانت صعبه جدا، ويمكن كل اللعيبه اللي تعاقد مع مجلس الاداره كانت لعيبه مهمه جدا، لكن يكفي كان عندك اتنين لعيبه من العناصر الاساسيه اللي انت كنت يعني عايزهم يبقوا موجودين معاك عشان هيفرقوا معاك بشكل كبير، ناصر ماهر او عبد الله السعيد. الاتنين دول ما كانوش موجودين معاك في الكونفدراليه، ورغم كده الفريق حقق اللقب وحقق البطوله، وكان في روح وكان في عزيمه ان اللعيبه عايزه تعمل حاجه وان اللعيبه عايزه تحقق البطوله زي ما قلنا قبل كده، عشان خاطر الجماهير العظيمه اللي كانت وراها من اول ماتش في البطوله، ماتش ارت سولار، ولحد اخر ماتش، ماتش نهضه بركان المغربي. كل دي ظروف اتعرض لها نادي الزمالك، كل دي حاجات مر بيها نادي الزمالك ومر بيها مستر جوزيه جوميز مديرنا الفني، فلازم نحترم الراجل بشكل كبير جدا في الظروف اللي هو اشتغل فيها مع النادي، لازم نسانده ولازم ندعمه ان شاء الله في اللي جاي. اللي جاي اهم من اللي فات، واللي جاي خلاص اللي فات مش هينفع تفكر فيه، انت لازم تفكر في اللي جاي. وحتى الراجل يمكن بعد المباراه اللي فاتت بعد التعادل الاخير ماتش البلديه قال لك خلاص انا نقفل صفحه الدوري ونركز في الكاس، وعايزين نتفادى مفاجات الكاس. زي ما احنا شفنا ابتدى بالتشكيل الاساسي كله، يعني كل العناصر الخبره والعناصر اللعيبه الاساسيه اللي كانت موجوده معاه في ظل الاختيارات المتاحه حاليا كانت موجوده في ماتش بروكسي. بغض النظر بقى عن الاربع لعيبه اللي موجودين في منتخبنا الاولمبي، سواء بتتكلم على زيزو احسن لعيب في مصر مش معاك، على محمد شحاته اللي كان مقدم مستوى مميز جدا ورتمه عالي بشكل كبير وبيحل لك في اكتر من مركز مع نادي الزمالك، حسام عبد المجيد برضو من العناصر الاساسيه، زياد كمال برضو ابتدى كان ياخد الفتره اللي فاتت، فكل ده في ثانيه ما بقاش مع الراجل، فالراجل بقى من حقه يجرب ومن حقه يشوف حلوله ومن حقه ان هو يطور من اللعيبه اللي موجوده عشان اللي جاي. وزي ما احنا قلنا منها ان هو بيحضر للموسم الجديد او الموسم اللي جاي، ومنها بيجرب اللعيبه، ومنها بيقف بقى على مستوى اللعيبه الشباب او اللعيبه الناشئين اللي هم مواليد 2005، سواء عمار ياسر، سواء محمد السيد، سواء مجدي اللي ماشي برضو بشكل يعتبر مبشر ان شاء الله وباذن الله يبقى لعيب واعد مع نادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. فكل دي حلول وكل دي حاجات الراجل بيحاول ان هو ان شاء الله باذن الله يقف عليها ويطبقها الفتره دي عشان باذن الله يبقوا من وجهه نظره بقى الاصلح والانسب بالنسبه له من خلال التجربه او من خلال اللعيبه اللي موجوده دلوقتي مع نادي الزمالك هي اللي تكمل معاه في الموسم اللي جاي، بجانب بقى ان شاء الله التدعيمات القويه اللي هيعملها مجلس اداره نادي الزمالك خلال الفتره اللي جايه. واحنا زي ما قلنا هنا مش هنقدر نعلن عن حاجه غير من خلال المتحدث الرسمي لنادي الزمالك الاستاذ احمد سالم. اخيرا بنتمنى النهارده كل التوفيق لنادي الزمالك، مش معنى اللي انت بتلعب الداخليه المركز الاخير في الدوري يبقى المباراه سهله، لا المباراه صعبه جدا. نادي الداخليه النهارده بالنسبه له اخر امل ان هو يبقى في الدوري الممتاز، ولو ان الموضوع صعب طبعا يعني هيقابل نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك، ونادي الزمالك بعد النتيجه تعتبر التعادل الاخيره مش هيبقى عايز النهارده يبقى في نتيجه سلبيه تاني، فلاعيبه نادي الزمالك هتقاتل النهارده في المباراه عشان تحقق الثلاث نقط، فالمباراه هتكون صعبه. مستر جوميز اكيد محضر اللعيبه بشكل جيد، اللعيبه اكيد عارفه اهميه المباراه، ويمكن اول ربع ساعه او اول ثلث ساعه هدف لنادي الزمالك هيفتح المباراه بشكل كبير ويريح الاعصاب بالنسبه للعيبه، ويخلي كمان يبقى في خطوره عشان لو نادي الزمالك قعدته ما بيسجل اول ربع ساعه او ثلث ساعه المباراه بتتفتح، فالفرقه اللي قدامك وخاصه بقى فريق الداخليه ان هو النهارده جاي يعني مش هيبكي على حاجه ومش هيلعب غير للفوز، فالمباراه هتسهل بشكل كبير على نادي الزمالك النهارده باذن الله في حاله التسجيل في الشوط الاول بقى عامه او اول ربع ساعه. لكن احنا اللي يهمنا اللي اللعيبه النهارده تقدم مستوى مميز، اللعيبه النهارده تعمل اللي عليها ويحققوا ثلاث نقط مهمه جدا، والاهم انها تقدم اداء يطمننا ان شاء الله باذن الله خلال الفتره اللي جايه، الفتره اللي هتكون مهمه جدا لنادي الزمالك خلال المشوار القادم. دلوقتي خليني اقول لكم كل اخبار نادي الزمالك واخر اخبارنا الزملكاويه وفقره ايه الخبر.
نبدأ أخبارنا الزملكاوية من عند فريقنا اللي اختتم تدريباته امبارح على ملعب النادي استعدادا إن شاء الله لمواجهة الداخلية النهاردة في بطولة الدوري. المران الختامي امبارح يعني تم تقسيمه لفقرتين، الفقرة الأولى كانت عبارة عن تدريبات تأهلية خفيفة لمدة حوالي ربع ساعة عشان اللعيبة كمان ما تتعرضش للإجهاد قبل ماتش النهاردة. الفقرة الثانية كانت فقرة خططية تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية الخاصة بخطة اللعب اللي هنواجه بيها الداخلية النهاردة، بجانب تنفيذ جمل لبعض اللعيبة اللي مستر جوميز أكيد طالبها من اللعيبة أنها تتنفس في مباريات اليوم. امبارح مستر جوميز عمل جلسة مهمة مع اللعيبة خلال المران الختامي واتكلم معاهم ويوجه ليهم رسائل مهمة جدا استعدادا لمباراة اليوم. في البداية أكد لهم إن النهاردة مش عايز غير نتيجة واحدة بس وهي الفوز وحصد النقاط الثلاثة، وإنه لن يسمح بفقدان أي نقاط تانية. كمان حذرهم من التهاون بفريق الداخلية اللي مركزه متأخر في جدول الدوري وعندهم حاليا أكيد روح تانية عشان يجمعوا أي نقط ويخرجوا من دوامة الهبوط. وفي نهاية الجلسة يعني طلب من اللعيبة كلها تنفيذ التعليمات المطلوبة والضغط من بداية اللقاء والتسجيل في الوقت المبكر والفوز بالمباراة. كمان خصص الجهاز الفني للفريق ومستر جوزي جوميز فقرة تدريبات فنية إضافية لقائد فريقنا شيكابالا على هامش المران الختامي امبارح، وكان في تعليمات يعني مهمه جدا لشيكابالا في الفقره دي كانت تحت اشراف مستر جوميز المدير الفني، وادى شيكا بعض التدريبات الخاصه بمركزه والادوار الخاصه اللي بتكون مطلوبه منه داخل الملعب. طبعا شيكابالا الحمد لله خلاص بقى جاهز طبيا وبدنيا وكمان فنيا ان هو يكون موجود مع فريق نادي الزمالك، لكن هو هيكون موجود النهارده ولا لا دي يعرفها مستر جوميز. احنا عارفين طبعا انه واخد قرار بعدم الاعلان عن قائمه اي مباراه خلال الفتره الاخيره، فخلينا نشوف النهارده هل شيكابالا هيكون موجود او هيكون ليه دور في مباراه اليوم، ولا مستر جوميز هيبقى حابب ان هو يديله فتره اطول او فتره اكتر من خلال عودته مره اخرى حتى يعني الاصابه ما تتجددش زي الموضوع اللي حصل مع احمد فتوح ان هو ياخد بشكل تدريجي وان شاء الله باذن الله يعود يعني بشكل سريع وبشكل مميز كعادته نجم نادي الزمالك شيكابالا مع فريقنا خلال الفتره اللي جايه. بعد نهايه المران الختامي امبارح دخل بقى فريقنا معسكر مغلق باحد الفنادق بالقاهره استعدادا لمواجهه الداخليه النهارده اللي هتكون على استاد السلام. بعد الانتظام في المعسكر كان مستر جوميز مديرنا الفني كان في محاضرة فنية بالفيديو للعيبة شرح خلالها جميع النقاط الفنية الخاصة بفريق الداخلية وفقا للفيديو الخاص بمباراتهم الأخيرة، كمان شرح الخطط الفنية اللي هنواجههم بيها بشكل نظري ومهام وأدوار بعض اللعيبة داخل أرضية الملعب. يعني الراجل كان في جلسة مهمة مع لعيبة نادي الزمالك شرح لهم كل حاجة ويوضح لهم كل حاجة وأهم نقاط القوة والضعف اللي بيتميز بيها فريق نادي الداخلية. لسه مكملين معاكم في أخبارنا الزملكاوية، ولجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والداخلية في الجولة 31 ببطولة الدوري، وهيدير اللقاء محمد العتباني حكم ساحة وهيعاونه كل من رجب محمد ومصطفى حسين ومحمود منصور كحكم رابع، وعلى تقنية الفيديو هيكون طارق مجدي ومعاه الكابتن هاني خيري. أكيد بنتمنى كل التوفيق لطاقم حكام مباراة اليوم. نختم أخبارنا الزملكاوية بخبر خاص لنهارك أبيض، وخلال الأيام الأخيرة كان في أخبار كتير أخبار كلها مغلوطة بخصوص الفريق. من ضمن الأخبار دي إن مستر جوزيه جوميز المدير الفني طلب رحيل بعض اللعيبة، والغريب في الأخبار كمان إنهم قالوا أسماء عناصر أساسية في الفريق زي سيف الدين الجزيري وعدم التجديد لأوباما، وقصة إن أوباما مش عارف عايز كذا أو هو طالب كذا والنادي حط كذا، كل ده لا أساس له من الصحة. في نهارك أبيض هنا هنوضح لكم الحقيقة. أولا مستر جوميز
ما طلبش رحيل يوسف اوباما عن الفريق، وما طلبش ان هو ما يتجددلوش، كمان ما طلبش رحيل سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق زي ما اتقال. دي حاجات برضو يعني ما يتقال اوباما وما يتقال سيف الدين الجزيري، يعني حاجات ما تخشش على اي زملكاوي. تاني حاجه كنا نوينا عنها قبل كده وقلنا ان مستر جوميز لم يستقر حتى الان على رحيل اي لاعب، لسه في جلسه منتظره بينه وبين مجلس الاداره خلال الفتره اللي جايه عشان يحدد كل الاحتياجات للموسم الجديد، وكمان يحسم كل الامور الخاصه بالفريق، من سواء بقى اللعيبه اللي هترحل او حتى اللعيبه اللي هو عايز يخرجها على سبيل الاعاره، او حتى اللي عايز يبيعها بشكل نهائي. والمؤكد ان المدرب يعني لم يناقش مصير اي لاعب، وكلها اخبار مغلوطه لا اساس لها من الصحه، وكلها اجتهادات وكلها شائعات غرضها يعني ان يبقى في بلبله وعدم استقرار داخل فريق نادي الزمالك. لكن زي ما قلت لكم، اي حاجه، اي جديد، اي خبر مهم بفريق الكوره او خبر مهم باي لعبه داخل نادي الزمالك هتعلن من خلال قناه نادي الزمالك ومن خلال مجلس اداره نادي الزمالك ومتحدثها الرسمي. بعد ما خلصنا اخبارنا الزملكاويه اكيد هنقول لكم كل الجديد على الساحه العالميه، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا. دلوقتي تعالوا نروح نظبط ساعتنا مع بعض ونتعرف على ابرز مواعيد مباريات اليوم. اهلا بحضراتكم في الشارع الابيض، وخلينا نروح لموضوع حلقتنا النهارده واللي كان بيتكلم عن توقعاتك لنتيجه مباراه الزمالك والداخليه ومن سيتالق فيها من شباب الزمالك. تعالوا كده ناخد اراء ورسائل جمهورنا على السوشيال ميديا، ونبدا من عند احمد عبد الفتاح. بنصبح عليك يا احمد، وبيقول اتوقع فوز الزمالك 2-1، واتوقع تالق عمار ياسر واحمد مجدي، وعاش الزمالك وعاش حبه في قلوبنا. نصبح عليك خالد احمد، بيقول ان شاء الله اتوقع فوز الزمالك 2-0 على الداخليه، وان شاء الله هيتالق فيها من شباب الزمالك احمد مجدي، وكل الدعم والتوفيق ان شاء الله نادي الزمالك في مباراته اليوم. وتحياتنا ليك يا خالد. يوسف الشهاوي، صباح الفل عليك يا يوسف، بيقول اتوقع نتيجه المباراه 2-1 للزمالك، كمان اتوقع ان الداخليه هتنزل تضغط من اول الماتش عشان لا بديل ليهم غير الفوز عشان يعني ما يهبطوش، واتوقع تالق عمار ياسر ومحمد السيد واحمد مجدي. وبنشكرك جدا يا يوسف. امير الحريف، صبح عليك يا امير، بيقول اتوقع فوز الزمالك 4-0، وشايف اللاعب اللي هيكون اضافه قويه ومستواه فوق الممتاز. المدافع احمد مجدي كان عامل ماتش رائع ضد فريق بروكسي في المباراه الماضيه. يوسف امبابي، بنصبح عليك يا يوسف، بيقول ان شاء الله المباراه هتكون فوز الزمالك 2-0، والمتالق في المباراه هيكون عبد الله السعيد، زملكاوي وافتخر. بنشكر اكيد كل جمهورنا على رسائلهم على السوشيال ميديا، واكيد بنتمنى النهارده كل التوفيق لنادينا نادي الزمالك في مباراته المهمه امام نادي الداخليه. هنتكلم بقى في التفاصيل الكرويه وفي مباراه اليوم مع محمد حسن نجم نادي الزمالك بعد الفاصل في نهارك ابيض. اهلا بحضراتكم في الجزء الاخير من حلقتنا، فقره سهم وكوس، ومنورني كابتن محمد حسن نجم نادي الزمالك. كابتن محمد، نهارك ابيض وصباح الفل. صباح الخير يا كابتن خالد، وصباح الخير على كل الزملكاويه في مصر. صباح الفل عليك. طبعا النهارده نادي الزمالك اكيد كابتن عنده مباراه مهمه جدا امام نادي الداخليه، لكن قبل ما ندخل في مباراه الداخليه عايز اكلمك وجهه نظرك بقى في الماتشات اللي فاتت. بدايه لو هنتكلم من اخر ماتش للدوري في الزمالك لماتش البلديه وبعد كده بروكسي. بص يا كابتن، يعني انا في بس حمله كده كانت جايه شويه على المدير الفني. احنا الناس لازم تبقى فاهمه قصه المنافسه في الدوري بعدت شويه، فاحنا هو لازم يشوف اللعيبه الناشئين. حكايه قصه ان هو بيشوف الناشئين والبدلاء اللي ما كانوش بيلعبوا الفتره اللي فاتت بيبقى ليها فوائد
والجمهور هو اللي بيحس بفرق شويه لو النتيجه مش مظبوطه او الكلام ده، بس دي حاجه ضروريه، ما عندوش فرصه اكتر من كده، بدليل ان هو في ماتش الكاس لعب بغالبيه القوام الاساسي بالفول تيم، يعتبر باللعيب المتاح عشان دي بطوله لسه في الملعب. صحيح. فيعني الناس لازم تبقى فاهمه القصه دي. حكايه اللعيبه الصغيرين اللي بتلعب دي كلها استفاده للنادي، هيقدر يحكم عليهم مهما كان الماتش الودي بيتلعب مش زي الضغوطات اللي بتتحط في المباراه الرسميه. فانا ماتش البلديه كان الاداء في الشوط الاولاني مش كويس قوي، لكن في نفس الوقت انت يعني نعتبر نقول بالنسبه لمجموعه جديده بتلعب لاول مره مع بعض ما كانش سيء. يعني انت شايف، انت راجل مدير فني ومدرب، شايف ان لو اي مدرب موجود في الظروف دي الاصلح والاصح اللي يتعامل اللي هو بيتعامل حاليا مستر جوزيه جوميز، ان هو بيجرب اللعيبه اللي ما بتاخدش فرصه وكمان بيدي فرصه للعيبه الناشئين؟ انا شايف ان هو لازم يعمل كده بالظبط في بطوله احنا 90% احنا بعيد عنها. لازم نشوف في بطوله زي كده بغض النظر عن الاراء المختلفه ان احنا ما كانش ينفع ندفع بكميه اللعيبه دي كلها في بدايه المباراه. بيبقى ليها سياسه خاصه، دفع 2-3 مع اللعيبه الاساسيين، كل دي حاجات بترجع للمدير الفني. بالظبط، دي وجهات نظر يا كابتن. وجهات نظر، يعني انت ممكن تبتدي بالاساسي تقول اضمن المباراه وبعد كده ادي انزل، وممكن انت تبتدي بالناشئين تقول يعني احطهم بقى تحت ضغط واشوف شخصيتهم واشوف معدنهم الحقيقي تحت ضغطهم من اول المباراه اشوفهم. دي برضو بتبقى وجهات نظر. دي وجهات نظر، وبعدين الواضح ان هو يعني حتى لما اتفرج على الاولاد زي ما كل الناس كانت قاعده الماتش بتاع بروكسي الناس لقينا احمد مجدي بادئ المباراه، لان احمد مجدي كان في المباريات اللي فاتت ثباتا في المستوى اكتر واحد في جميع اللعيبه. المركز ده ما عندكش، ما عندناش حد فيه. طبعا مجيد كمان بعد ما راح المنتخب الاولمبي. انا شايف ان بدايات احمد مجدي احسن من بدايات حسام عبد المجيد اول ما بدا. يعني الاخطاء اللي موجوده، لا احمد مجدي بداياته افضل. وهو عشان انا مرنت كل دول. يعني كل بتوع 2005 وال 2003 كل دول انا مرنتهم قبل كده. احمد مجدي عنده امكانيات كويسه، هو محتاج ياخد ثقه. والولد ده هيبقى مكسب للنادي. اللعيبه الثانيه كلهم لعيبه ممتازين. محمد السيد، عمار، محمد السيد لعيب كويس، وعمار لعيب كويس، هم محتاجين فتره. هي احسن فرصه في مباراه الدوري، لكن انا عارف ان مباراه الكاس مش هيبقى فيها الكلام ده. ان شاء الله يعني حتى الماتش بتاع الداخليه اللي هو النهارده هتلاقي الجزئيه بتاعت ماتش الداخليه انا متوقع مش هيبدا بعدد كبير من اللعيبه الصغيرين، برضه هيبقى في اللي المدير الفني شاف مستر جوميز الفتره اللي فاتت ثباتا في المستوى هيبتدي يدفعهم مع اللعيبه الاساسيين. شايف انت هيبقى في مزيج ما بين اللعيبه الخبره واللعيبه الشباب؟ اكيد. مش هيبقى زي ماتش البلديه مثلا تلاقي 5-6 لعيبه؟ لا انا استحاله، انا متوقع مع ان احنا يعني انا شايف فرقه البلديه ما كانتش في المستوى يعني كويس قوي، لكن انا متوقع ان ماتش النهارده هيبتدي يحط ناس من الاولاد الصغيرين يثبتهم مع التشكيل. عايز اقول لك برضه ان في لعيبه نادي الزمالك خرجوا مع اعارات السنه اللي فاتت زي حسام اشرف، ماجد زي هاني. بالظبط، ماجد هاني، احمد محمود. دول اثنين لعيبه مهمين جدا واكتسبوا يا كابتن خبرات وتقل بالنسبه لعيب الكوره من خلال بقى احتكاكهم والماتشات اللي لعبوها مع بلديه المحله. فدول برضه اثنين لعيبه هيرجعوا نادي الزمالك بنهايه الموسم، ومستر جوميز حتى يمكن يعني نالوا اعجاب الراجل بشكل كبير جدا. دول لعيبه كويسين جدا، وماجد هاني لعيب كويس، وحسام اشرف لعيب كويس، وكل دول ولاد النادي. ولما طلعوا بره يعني السياسه دي سياسه كويسه. اي لعيب حصلت قبل كده يا كابتن؟ كتير. انا شايف ان اللعيبه برضو الصغيره ال 2005 وال 2003 لازم ياخدوا فرصه، مع ان انا في مثلا في لعيب لسه الناس ما شافتوش اللي هو محمد صلاح. محمد صلاح واحمد رفاعي. واحمد رفاعي الاثنين دول يعني انا هقول لحضرتك معلومه على الهوا انت حضرتك ما تعرفهاش، ان رفاعي هو اللي كان هيبدا الماتش مكان احمد مجدي. وتعب في الفندق بالليل اي وجاله سخونيه، فمين اللي بدا؟ وكان مصاب قبليها كمان، وكان قبليها مصاب. فهي يعني قصه التوفيق مع اثنين كويسين، واحد جات له الفرصه بيتمسك بيها. انا منتظر ان نشوف محمد صلاح في فترات اطول شويه من اللي هو بينزل فيها. واتمنى برضو نشوف محمد عاطف، لازم نشوفه في مكانه شويه، هو في الباك ليفت ادى بصوره مهاب كويس. ياسر برضو ما بينزل بصراحه، مهاب ياسر لعيب كويس، ماتش بروكسي، فاحنا عايزين نشوف عاطف بقى في المكان ده.
عشان المركز اللي هو الظهير الايسر. لا مش الظهير الايسر، الهاف رايت. الهاف رايت انت عم تتكلم في مكانه بقى. احنا شفناه في الباك ليفت وادى بصوره كويسه، عايزين نشوفه في الهاف رايت لان احنا جربنا ناس كتير وهو الولد عنده ثبات، عنده اداء في الملعب وعنده شخصيه. لعيب كويس وصغير يعني، هو يعتبر زي تقريبا مواليد 99 على الاذن، فلازم ان احنا نشوفه اكتر من كده. انت جايبه كمان من نادي طنطا، يعني انت جايبه الراجل كان مقدم مستوى ممتاز، عشان كده انا عشان كان معانا في المجموعه، فانا كنت يعني عشان ماسك فرقه المستقبل سبورت، فانا بشوفه هو لعيب ممتاز. هياخد مع اللعيبه برضه، هيتغير، هيبقى مكسب للنادي جامد. لكن الناس ما تهاجمش، انا مش شايف ان الناس تهاجم. انت عن نفسك راضي عن اللي مستر جوميز بيعمله خلال سياسه تدوري اللعيبه؟ ان هو يشوف اللعيبه كلها. انا راضي طبعا. من خلال اللي انت بتقول ان انت خلاص نادي الزمالك بعد عن المنافسه على الدوري خالص. احنا بعيد، فلازم نشوف الاولاد. لازم لازم تطلع بحاجه ايجابيه، لازم في لعيبه ثانيه هيشوفها تاني. احنا ناقص 3 جولات على ما اظن للدوري، احنا لينا اكتر شويه تقريبا 5. هيبتدي انت عندك في مباريات صعبه فيهم. يعني انت عندك ماتش بيراميدز، ماتش بيراميدز يوم الخميس. فمش هينفع يشوف في حد، هيبقى الموضوع صعب شويه. فهو بيستغل المباريات مع الفرق. ممكن يا كابتن ما تعرفش يعني، ممكن ماشي، هو ممكن هيدفع بواحد اتنين، لكن هو في الاول وفي الاخر دي مباراه فرقه يعني قويه. صحيح. هيبقى ان انت بتدفع بولد مع المجموعه الاساسيه ماشي هيشيلوه، لكن لما هيبقى عدد كبير هيبقى الموضوع صعب. لكن هي دي لازم نطلع باللعيبه، لان احنا شايفين، انا مش شايف اللعيبه اللي في كل الانديه فروقات جامده ما بينهم وما بين الناشئين. وبعدين الراجل يا كابتن يمكن اتكلم حتى بعد المباراه اللي فاتت، قال لك انا العب باللعيبه الكبار عشان اضمن المباراه، مش عاجب الناس، العب باللعيبه الشباب عشان اشوفهم برده من بدايه المباراه مش عاجب الناس، طب انا اعمل ايه؟ بص يا كابتن خالد، يعني هقول لحضرتك حاجه، الشعب المصري كله بقى دلوقتي منتقدين وفنيين. بس بص، في الاول وفي الاخر الجمهور همه النتيجه يا كابتن، مش كله يعني عنده الاهتمام ده. طب هو انا جرب اشوف ماتش الاسماعيلي، ما هو بدا بالصغيرين ولما نزل الكبار كسبنا المباراه، ما حدش اتكلم. صحيح، هي النتيجه بتفرق مع كل الناس. المكسب زي ما بيقول لك بيغطي بلغه الكوره زي ما انت عارف، المكسب بيغطي. بس احنا كل القصه يعني البطوله، يعني في اهداف تانية. البطوله بقت يعني غير ذات قيمه دلوقتي، احنا بعيد عنها خالص. فاحنا دلوقتي عايزين نستفيد منها. احنا بنلعب فيها مباريات، عايزين نستفيد بافضل لعيبه تبقى متواجده فيها. فده ما يزعلش يعني حد. اختلاف بقى وجهات النظر في الدفع بكميه اللعيبه، اللي هو واحد او اتنين او ثلاثه، اتنين غير 5 6. يعني هي دي اللي الناس كانت زعلانه منها في ماتش البلديه. ادفع باللعيبه بس ممكن يبقى 2 3 ويبقى معاهم ناس كبيره تقدر تسندهم. هو ده اللي بيعمله يا كابتن. يعني بس هو عمل كده في الماتش بتاع بروكسي، ابتدت اللعيبه تنزل. لا، في ماتش البلديه هو قالك حتى يعني ممكن كان من وجهه نظر ان هو ما يدفعش بكل اللعيبه دي، لكن بعد كده عدل عادي والامور ماشيه. هو بيجرب زي ما حضرتك بتقول. بس هو بيجرب، وكل ما يرسى على حد هيثبته مع الفريق الاول. بالظبط. عايز بقى اتكلم معاك عن منتخبنا الاولمبي وعلى لعيبه نادي الزمالك اللي ان شاء الله باذن الله يبقى ليهم دور كبير مع المنتخب الاولمبي، مباراه الداخليه النهارده. لكن استاذنك نطلع فاصل ونرجع مره تانيه نكمل في نهارك قوي. كابتن محمد، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن ان شاء الله بقى استعدادات منتخبنا الاولمبي. انت عارف اللي كان فيه ماتشات وديه كان عملها مستر ميكالي مع المنتخب الاولمبي، وان شاء الله عندنا اول مباراه رسميه هتكون يوم الاربعاء اللي جاي. والله انا شايف المنتخب الاولمبي بتاعنا منتخب فيه عناصر مميزه، ويعني المباريات اللي هي في الاول اللي هو اول مباراتين ما اظنش ان هم بالقوه يعني منتخبنا يقدر يفوز فيهم ان شاء الله. لغايه تقريبا هيلعب اسبانيا، اسبانيا اخر مباراه. اخر مباراه هو ده اللي هيبقى مباراه صعبه شويه، بس برضه ما تضمنش. ما تضمنش. احنا محتاجين نكسب اول مباراه دي عشان بس ايه الفرقه تاخد على الاجواء اللي هناك. هم كويس ان هم سافروا قبلها ولعبوا مباراتين هناك، فانا متوقع ان يعني المنتخب هيوصل للمرحله اللي بعد كده. بالنسبه للاختيارات، كان ليك اي تعقيب عن لعيب ما انضمش، لعيب يعني المفروض كان يبقى موجود؟ هو بص، الناس كلها بتتكلم على قصه حسام اشرف ان هو ما راحش، ومحمد حمدي. ومحمد حمدي هو الراجل واخد. بالمناسبه عايز اقول لك ان محمد حمدي ممكن ينضم كمان، ممكن ينضم دلوقتي عشان في احمد كوكا تعرض لاصابه، فممكن يبعتوا التقرير الطبي للجنه المنظمه للبطوله، فممكن يسمحوا ان يستبدل بلاعب وخلاص. هو بشكل كبير عايز اقول لك ان هو بره قائمه البطوله.
ما هو اصابه هي اللي هتمنعه. لكن انا بتكلم على قصه حسام اشرف، هو واخد اتنين مهاجمين، واخد مظهر فيصل، اسامه فيصل واسمه ومظهر اللي هو بلال مظهر. بلال مظهر الاثنين دول لعيبه يعني ممتازين، وحسام طبعا لعيب كويس، بس هو مكتفي في البطوله باثنين مهاجمين، فممكن حسام كان هيبقى وجوده مش هيبقى له دور. يعني انت شايف ان بطوله زي دي اثنين مهاجمين معاك يعتبر قليل؟ ما هو عارف ان هو هيلعب مباراتين، هيلعب بمهاجم وادي مهاجم تاني معاه كويس، وعنده بدايل كمان. عنده بدايل جوه الملعب، يقدر يغير كل واحد من مكانه بالزبط. يقدر يخليه يبقى مهاجم تاني. فهو عشان كده اكتفى، وعشان هو مرتبط بعدد محدد فاهتم بالجزء بتاع نص الملعب والمدافعين اكتر فيها في التجمع بتاع اللعيبه. وجود بقى الاربع لعيبه الزملكاويه، محمد شحاته، زيزو، حسام وزياد كمان. والله احنا بنتمنى لهم التوفيق، لعيبه ممتازه واضافه، وهم اصلا من اعمده المنتخب، وهتلاقيهم كلهم بيلعبوا اساسيين. فاحنا بنتمنى ان هم يعني يادوا بطوله كويسه جدا ويرجعوا سلام ان شاء الله. طبعا يا كابتن زيزو مفيش كلام عليه ولا جدال ان هو هيبقى موجود من ضمن العناصر الاساسيه في كل الماتشات اللي ان شاء الله منتخبنا يلعبها. طبعا عنصر من عناصر الخبره اللي هتبقى موجوده في المنتخب. شايف مين ممكن يعني يبقى في دويتو ما بينه وبين زيزو، او ما يبقى في زي كيميا حتى في الملعب؟ كلها طبعا لعيبه شباب وكلها لعيبه، بس في نفس الوقت برضو يعني لعيبه كويسه بتلعب معظمها في الدوري وعندها خبرات ولعبوا حتى قدام زيزو، فشايف مين اللي ممكن يعني يبقى فيه ثنائيات كده مع بعض في المنتخب؟ يعني انا شايف ان هو وابراهيم عادل ممكن يبقى فيه ثنائيات ما بينهم. ثانيا محمد شحاته هيبقى في نص الملعب، هيبقى قريب من زيزو شويه. حسام ورا، وحسام طبعا هو بيلعب مدافع، هيبقى بعيد شويه عنهم، لكن انا بتكلم في الجزء الهجومي، هم يعني الثلاثه دول هيبقى ليهم شكل مميز مع بعض ان شاء الله. شايف زياد كمان ممكن ان شاء الله باذن الله يبقى ليه دور برضه بشكل اساسي؟ هيبقى له دور بس عشان موجود النني، فهيبقى طبعا اكيد هم واخدين النني من عناصر الخبره اللي هيبداوا بيها. فزياد هيبقى هو البديل على طول في وجود النني، ان هو يبقى موجود في المنتخب. لكن انت يعني توقعاتك اللي ان شاء الله باذن الله منتخبنا يقدر ان هو يعني يروح لابعد نقطه في البطوله؟ لا هيروح ان شاء الله، لان هم كلهم لعيبه مميزين. المنتخب ده من احسن المنتخبات اللي جت في الفتره الاخرانيه لمصر يعني، وهيبقوا دعم جامد للمنتخب الاول في الفتره اللي جايه. يعني انت بتتكلم من عناصر يعني اللي يعتبر باذن الله تبقى مؤثره، زيزو، ابراهيم عادل، النني، اسامه فيصل. اسامه فيصل بالظبط. عندك لعيبه يعني بجانب بقى حسام عبد المجيد وبجانب شحاته، لكن عندك في الجزء الهجومي دول هيبقوا اميز ناس. يعني الجزء الهجومي عندك في لعيبه كويسه جدا، محترم جدا بالنسبه للعيبه اللي موجوده، وعنده بدايل فيه، وهم اصلا بيلعبوا مع بعض بقالهم فتره، فهيبقى ليهم شكل في البطوله دي ان شاء الله. شايف يا كابتن بطوله زي دي بيبقى يعني بيبقى في حوافز اكتر للعيبه اللي موجوده؟ انت عارف بطوله مهمه، بطوله بيبقى كل بقى وكلاء اللعيبه موجودين وكل الانديه الاوروبيه زي ما انت حضرتك يعني كده عارف، فبتدي حافز اللعيبه اللي انا يعني ليه ما اعملش حاجه واعمل اقصى حاجه عندي، يمكن ربنا يوفق واروح حته في اوروبا، حته في اي، زي قبل كده ما نجومنا شفناهم محمد صلاح والنني طلعوا من البطولات دي. بص يا كابتن خالد، اكيد الكلام اللي بتقوله ده كلهم حاطينه في دماغهم. لو تفتكر الاولمبيات اللي قبل كده بالظبط، اللي كان فيها محمد صلاح كان لسه صغير، والنني، وكان معاه ابو تريكه، وكان معاه عبد المتعب لو تفتكر. كل محمد صلاح ابتدى، واحمد حجازي اللي هو الجيل ده، ابتدوا كلهم ينطلقوا من البطوله دي. هم كلهم اكيد حاطين في دماغهم البطوله دي، بالذات ان هم سنهم صغير يعني يقدروا يروحوا يحترفوا ويروحوا في انديه ثانيه. فانا اتوقع يعني ان شاء الله في لعيبه كتير منهم هتجيلهم عقود في حته تانيه، بس هي المشكله ان في انديتنا هنا في مصر بيطلبوا مبالغ خرافيه عشان دي المشكله كبيره يعني عشان يخلي يستفيد المنتخب المصري. زي ما كابتن حسام جه قبل كده اتكلم، قال لك انا ما عنديش اختيارات كتير، لازم اللعيبه تطلع. لازم بغض النظر، شايف فرق الانديه بتبص على مصلحتها اكتر من مصلحه اللاعب. احنا هنا يعني المنظومه كابتن خالد يعني فيها كلام كتير هتقعد تتكلم فيه، مفيش دعم، الانديه بتصرف فلوس كتير مفيش مقابل للكلام ده. الحاجه الوحيده اللي بيقدر يعوض فيها فلوس اللعيبه، ان هو يقدر يستثمر في لعيب، يستثمر في لعيب يقدر يبيعه بمبلغ يعوض الفلوس اللي بيصرفها. فعشان كده الكوره هنا الوضع ابتدى يختلف خالص عن السنين اللي فاتت. بس يا كابتن احنا شفنا قبل كده مع المقاولين العرب، يعني باع محمد صلاح او النني، كان في مبلغ طبعا محترم،
لكن مش مبالغ فيه، لكن في بعد كده انت لحد بيع. لحد من كام شهر او بياخدوا فلوس بالظبط، ما نعمل اي فليه اي ليه, ليه التفكير ما يكونش على المدى البعيد، ما بصش بس اللي انا عايز استفيد منه في المرحله دي وبعد كده ماليش دعوه بيه. هي بقى بتبقى رؤيه مجالس الادارات بتبقى محدوده شويه في الموضوع ده. لازم انت المقاولين استفاد قد ايه لغايه دلوقتي بياخد فلوس لتشيلسي لفيورنتينا لروما ليفربول، يعني كل دي استفادات نادي المقاولين العرب استفاد بيها من النجم طبعا محمد صلاح. احنا كان في مشكله في اتحاد الكوره كانت لغايه قريب بتاعت ابراهيم حسن. ابراهيم حسن الاف رايت اللي كان في نجوم المستقبل لسه كان في الزمالك والاسماعيلي لغايه دلوقتي لسه نجوم المستقبل ليه فلوس بياخدها. فانا اللي انا بتكلم عليه مجالس الادارات ما تبالغش بالذات في الاحتراف الخارجي. لان اللعيبه بتطلع بره بتتغير شويه. انا مش حابب قصه كل لعيب يطلع بره يقول لك اصل هو راح نادي صغير واول ما يروح هناك ما في اول موسم ما لعبش كتير يقول لك ارجع مصر. ارجع ما دي مش حل. ما دي بقى كابتن العقليات اللي بتفرق. وما فيش طموح وحاجات كتير يجي يقول لك اخد فلوس هنا. احنا خلي بالك في مصر هنا بيقولوا مبالغ اكتر من دول في اوروبا. شرق اوروبا هنا مبالغ خرافيه على ايه برضه. انا مش يعني القصه دي مش داخله دماغي. ايه الاستفاده ان انت تدفع في لعيبه بال 20 وبال 30 مليون واكتر كمان يا كابتن؟ والعائد اللي بيجي لك في الموسم كله ما بيجيش لك ايه يعني؟ مش هيحقق. دوري مكافئته كام؟ فلوسه كام؟ الرعايه كام؟ بتشتري لعيبه بقى بكام؟ وبتصرف كام؟ الارقام دي فين؟ اللعيب هنا في مصر اللعيبه بتتنقل من الانديه على السوشيال ميديا. الصفحات ده يتكلم على ده يومين ثلاثه تلاقيه النادي الفلاني طالبه وعايزين مش شرط ان انت تبقى لعيب كويس. لا مش شرط خالص. تعرف اتنين ثلاثه على السوشيال ميديا يظبطوا الدنيا. احنا مش عايزين نتكلم في القصه دي لان لا ده كلام معروف وكلام الناس كلها عارفاه يعني. ده خلاص بقت معروفه فلان وفلان يقعدوا يكتبوا لي تلاقي النادي ده عايز فيك. صحيح صحيح. فالموضوع بقى صعب جدا هنا يعني. لكن ان شاء الله يا كابتن يعني في كل الاحوال بنتمنى اكيد التوفيق لمنتخبنا الاولمبي واكيد بنتمنى له ان هو يعني ليه ما يحققش ميداليه ان شاء الله باذن الله في البطوله. ان شاء الله يحقق حاجه لان انا شايف ان هم منتخب ممتاز. كل العناصر فيهم عناصر كويسه بالتدعيم بتاع مدير فني محترم طبعا وفاهم الفرقه وعارف اللعيبه وبقاله فتره معاهم. انا متوقع ان شاء الله ربنا يكرمهم يوصلوا لحاجات بعيده كمان في البطوله دي ان شاء الله. مباراه بقى النهارده نادي الزمالك مع نادي الداخليه، عايز اعرف وجهه نظرك ووجهه نظرك برضو يعني كمدير فني وتوقعاتك للكلام اللي مستر جوميز هيتكلموا مع اللعيبه، خاصه الداخليه زي ما انت عارف في المركز الاخير النهارده يعتبر يعني مش عايزين نقول اخر امل بس من يعني من الحاجات الاخيره بقى بالنسبه لهم. ما فيش امل يا كابتن يعني عشان ما حدش يقول ما عندهمش معجزه. عايزين كل الفرق تخسر. الداخليه الموضوع صعب بالنسبه له. هو هيلعب المباراه يعني هو كل المباريات اللي فاتت كان بيلعب ان هو بيتمسك ان هو بيلعب زون طول الماتش بيحاول يخطف جون عشان يطلع بنتيجه المباراه. الهجمه المرتده انا ما اظنش النهارده هيعمل كده. شايف النهارده اللي هو كلهم خلاص اصل هو ما عندوش يعني زي ما حضرتك بتقول امل غير ان هو يكسب الثلاث ماتشات اللي جايين وكمان الفرق الثانيه تخسر. فهيضطر ان هو يهاجم. ده ممكن يسهل الماتش شويه. عايز اقول لك انت عارف يعني الثلاث فرق اللي تحت سواء انت بتتكلم في الداخليه ال 18 المقاولين ال 17 والبلديه مكسب ماتش ماتشين 6 بونت. ايوه ما هو اللي فوقيهم كام؟ اللي فوقيهم بقى الفرق كام؟ بقى الفرق تقريبا 4 أو 5 بونت. والموتوشا ده هيلاعب مين وده هيلاعب مين؟ صحيح. فهي الموضوع صعوبته في كده. هو دلوقتي الداخليه بالذات محتاج يكسب الثلاث مباريات. والفرق الثانيه كمان اللي فوقيه تخسر محتاجه تخسر او تتعادل يعني تخسر. فالموضوع هيبقى صعب دلوقتي. اخر حاجه في الدوري الموتوشا بتبقى صعبه جدا بالذات مع الفرق. بس يا كابتن برضه ده ما يعنيش ان هم يعني هيرموا الفوطه النهارده. لا مش هيرموا. ده بالعكس انا بقول لك هينزلوا هيلعبوا نفسهم بقى. لا واللعيبه يا كابتن قال لك انا العب نفسي يعرف يتحرك في حته ثانيه هنا اروح هنا. فاحنا المباراه لازم ناخدها بتوازن شويه. وانا على ما اظن ان الكلام اللي حصل في ماتش البلديه في الدفع بمجموعه كبيره كلها مع بعض في فتره واحده مش هيحصل. ممكن يبقى في توازن النهارده بقى ما اثبتش نجاحه يعني. انا بكلمك انا لو لاعب ناشئ ونزلت لقيت خمسه زمايلي بيلعبوا والباقيين اللي بيلعبوا اللي كانوا بعاد عن المشاركه في الفتره اللي فاتت هو مش هيحس ان حد شايله. بالظبط. دلوقتي لا هو اكيد مستر جوميز خد باله من القصه دي في نفسيه اللاعب المصري واللاعيبه الناشئين عشان كده في ماتش بروكسي ابتدى الدفع بواحد وبعد كده ابتدى ينزل لعيب في لعيب. انت كلاعب
بتبقى لسه طالع الفريق الاول مع لعيبه كبيره، بتبقى عايز تلعب جنب فلان وتلعب جنب فلان، تاخد الثقه منه كمان يا كابتن. بص يا كابتن، دي انت بتبقى محتاجها. ثانيا انا بقول لحضرتك، المواهب والشخصيات اللعيبه مش زي زمان. زمان كنت تيجي تلعب، فلان ده بيطلع فوق، عنده وضعه وشخصيته. القصه دلوقتي الولد بيبقى زي ما بيقولوا، احنا بقالنا كام سنه في مصر ما فيش جمهور في المدرجات، يعني حتى اللعيبه الكبيره مفيش ضغط. بقى انت عايز تتكلم في موضوع الضغط؟ الضغط ده ما فيش. هو بيلعب في الناشئين، بيتفرج عليه قطاع الناشئين ووالده، هم 30 40 واحد يعني. انما طلع فوق لقى مثلا 20,000 قاعدين بيتفرجوا عليه وبيشجعوا، وتفاعلات بقى مع كل كوره وكل لمسه ولمسه. فهو يبتدي لو غلط في واحده بيبقى عايز حد او مين اللي هيقومه في الملعب وهيقول له يلعب، اكيد لعيب كبير. فلما يلعب جنب ناصر ماهر او عبد الله السعيد ولا دونجا، غير لما يبقى بيلعب جنبه واحد زميله في الفرقه عايز اللي يسنده برضه. صحيح. فانا اتوقع ان النهارده ممكن يدفع بواحد او اتنين بالكتير. طب انت عندك اللعيبه الشباب او اللعيبه الناشئين اللي متصاعدين مع فريقين الاول، عندك عمار ياسر، محمد السيد، حازم اسامه، مجدي، وكمان حسن ابو المعاطي، وكمان ايشو. تعرف ايشو كان موجود لفتره وكان شارك في فتره مستر اوسوريو، لكن بعد كده ابتعد فتره مع مستر جوميز. فانت شايف مين ممكن من اللعيبه دي كلها اللي يبقى ليه دور النهارده مع الفريق؟ اللي هيبقى له دور في الفرقه دي احمد مجدي. في الفتره دي، في الفتره دي برضه يعني حظ خدمه انه حسام عبد المجيد في المنتخب والونش مصاب ومحمود علاء رحل، فالقصه برضه ان ممكن الحظ ساعات بيخدمك انت. كابتن خالد، ده الكوره دي ارزاق، عشان بس تبقى عارف. في لعيبه متضل للنار على طول، ياما لعيبه جامده وكانوا جامدين وما لعبوش وما كملوش، وفي لعيبه اقل شويه وخدوا فرص ومشيت معاهم. ومع الاستمراريه في الماتشات المستوى عالي. انت بقى هي النتائج اللي هتساعد. مجدي لعيب كويس، عنده شويه مشاكل هتتصلح مع اللعب. تمام. القصه بقى بتاعت محمد السيد، محمد السيد لعيب كويس بس عايز يسهل على نفسه شويه، لان هو عشان انا مرنته فهو عايز يلعب اللعب اللي بيلعبه تحت. بس لعيب عنده شخصيه كده، عنده شخصيه. بيقول لك لعيب كوره كويس عنده ثقه في نفسه. انا بتكلم الفرقه دي انا مسكتها فتره، في محمد السيد وفي يوسف احمد، الاثنين لعيبه ممتازين، وده ده كواليتي لعب وده كواليتي لعب. محمد السيد لازم هو بينزل بيلعب في المباراه، عايز يلعب نفس اللعب اللي بيلعبه تحت. مش المواضيع تحت حاجه وفوق حاجه خالص. فالوضع لازم يهتم بجزئيه في اللعب اللي انا بتكلم فيها، ان هو مهتم بتغيير الملعب باستمرار. ينزل ياخد هنا وعايز يلعب هنا، الكلام ده ماشي تحت، عايز برضه يوري المدرب برضه ما هو عايز. لكن انت لازم الكوره، نادي الزمالك بيحب الكوره، لازم تلعب على الارض شويه وبعدين تبتدي تلعب لقدام. مش طول الوقت، مش طول الوقت على طول. فدي جزئيه محمد لازم ياخد منها، لكن هو لعيب كويس. وده اكتر اتنين ممكن. انا شايف ان عمار خامة كويس، بس عمار يعني لازم في حاجات تتظبط معاه قبل المشاركات. اللعيبة فوق في الدرجة الأولى، أوضاع اللعب والكلام ده، عمار متسرع شوية والكلام من ده، لكن هو هياخد، هيبقى تبديلة. مقاومات يعني لعيب كرة جامدة جدا، بس طويل وجسمه كويس، هو عايز يتوظف. صح. أنا مش شايف إن عمار يلعب جناح ولا مهاجم؟ لا، يلعب مهاجم. مهاجم ما يلعبش جناح. ما يلعبش جناح، لا يلعب مهاجم. هو لازم يركز في الجزئيه دي. ده مكانه. بس برضه المهاجم يا كابتن، انت عارف يعني المهاجم برضه ليه يعني مميزات، سيبك حتى مالهاش علاقه بالجسم، بس انت عارف المهاجم بقى ليه مميزات، بقى يكون محطه، يكون حطه في ال 18. عمار عنده تحركات كويسه ما بين المدافعين. عشان انا كنت كان مكان معانا بيبقى كده. ثانيا هو في ال 18 بدماغه كويس. هو كمان هو كل مشكله عمار في استلامه بالظهر، دي عامله له مشكله. هو بيستلم الكره بتبعد عنه كتير. انت كان معاك في الفرقه وكنت بتلعب مهاجم. كنت بلعبه عشان كده انت قلت لي. فانا عمار هو محتاج ان هو يظبط الجزئيه دي. كان مع محمد عبد الله بيلعب مهاجم، كان بيلعب مهاجم. هو ده مكانه. الفرقه دي كان فيها مهاجم اتنين تلاته كويسين، لكن هو كان الاساسي. هو اللي كان بيلعب. حتى هو لما اتواجد ايمن امير والسمبوك، هما بقوا ثلاثة، فابتدوا يوجهوا عمار، لأن كان في لعيب في الفرقة مشي عقده انتهى.
فابتدوا يوجهوا عمار ان هو يلعب جناح. فعشان كده العمليه كلها ضربت في الجناح حاجه والمهاجم حاجه، فهو لازم يلعب في المكان ده في المكان ده انت شايفه هيبان اكتر من كده، هيبان اكتر من كده ولازم يلعب فيه كتير. طيب يعني هو الجزئيه دي لازم يعملها. لعيب من اللعيبه المهمه اللي احنا كنا مستنيين عودتها يعني بشكل كبير جدا احمد فتوح. فتوح لازم يلعب. يعني انا شايف فتوح، انت شايف ان عودته الماتش اللي فات مهمه كويس ان هو لعب الفتره دي ولازم يبدا تاني عشان فتوح لازم يرجع لان فرقه محتاجاه. صحيح عندنا مباريات جامده فاحنا لازم فتوح يتحط رجله في ويتحط رجله هو اللي يبدا. يعني ده وجهه نظر لازم يبدا عشان يحس بالاجواء بتاعه اللعب. ولما نحس ان هو الجزء البدني لسه مش افضل حاجه ممكن يخل. زي ما موجود كده حسن موجود كده حد فيهم يبتدي يلعب. انا احنا الفتره اللي فاتت دي شايف ان لازم محمد عاطف يعني لازم يتوجد له مكان. هو لعيب كويس خلاص هتلعبه باك ليفت يبقى يلعب باك ليفت يعني في الفتره دي تجربه زي ما جربت كده مثلا ابراهيم هو عنده مشاكل هو عشان هو لعيب بيهاجم هافراي عنده مشاكل في الدفاع شويه لكن هو خامه كويس الكره في رجله ما بتقلقش بيعرف يسلم بيعرف يطلع بالكوره عنده شخصيه في الملعب فهو لازم ياخد شويه وعنده سرعات مش ضعيف حتى في الباور بتاعه كويس فانا لازم طالما فتوح رجع يبقى احنا مثلا لو بس فتوح برضه انت بالنسبه لك يبقى الخيار الاول لكن ياخد ماتشات وياخد بالتدريج لحد ما يرجع لمستواه بس ولازم احنا دلوقتي عندنا يعني انا في معلومه انا اقول لك عليها اتحاد الكره لغايه دلوقتي ما استقرش على قيد خمسه تحت السن في الفريق الاول هي دي بس يا كابتن يعني؟ لا دي لا لا انا قصدي عشان احنا معانا عدد كبير في الفريق الاول هو ما استقرش على حاجه خالص لسه ده القايمه الاولى بس هو اللي قالوها ولا قالوا الدوريات هتبدا امتى ولا اي حاجه خالص ده كل الدرجات على فكره ده في فرق بدات دلوقتي فترات الاعداد وما يعرفوش هيلعبوا امتى ومحدش بيتكلم يعني دي غريبه يعني احنا دلوقتي اهو انا عارف ان انت ماسك فريق المستقبل احنا مش عارفين الممتاز بيه هيبدا امتى طب انت ابتديت فتره ما رضيتش ابدا ما انا مستني نشوف اي قرار هبدا اعمل اقعد طب هل المسؤولين عندك في النادي حتى برضه ما تواصلوش بيتواصلوا معاهم الاسبوع الجاي كان المفروض في اجتماع الاسبوع اللي فات ما حصلش الاسبوع الجاي هنعمل مفيش اجتماع. يعني رد صريح مش بالنسبه لكم شكل الدوري يعني انا بقول لحضرتك 90% بيقولوا دوري المحترفين هيتلغي دي برضو من الحاجات طب هيضموا الست مجاميع ويخلوهم ثلاثة زي ما هم كانوا قايلين ولا هيلغوا المحترفين ويعملوها ثلاث محدش عارف حاجة ومحدش بيرد محدش عنده قرار حاجة غريبة يعني احنا ما شفناش يعني كل الاتحادات لازم يبقى في تشويق يا كابتن كده تشويق ايه ده كل سنة كده انت كل حاجة تاخدها على السهل كده اصل هم واخدين ان الكرة دي ايه هي زي ما انت مهتم ما هي دي برضو صناعة وشغل الناس بيشتغل لعيبه كتير في الموضوع هيروحوا فين كل دول انت محتاج بس يعني تنظيم للمواعيد هبتدي امتى اخلص امتى عشان انت حتى تعرف شغلك كمدير شكل فني شكل الدوري مين اللي معاك بالظبط تحط السيستم بتاعك بتاع الفتره التحضيريه بالنسبه لك هو في مدرب هنا في مصر انا بقول لحضرتك هنا المدربين هنا شقيانين شقه جامد بينزل بيبدا الموسم لا عارف هيبتدي امتى ولا هيلاعب مين ولا هينتهي وانت على فكره ممكن تعمل فتره اعداد تانية في نص الموسم بتعمل 9 فترات اعداد كان في وقف السنه اللي فاتت قعدنا شهر وشويه وقف بالظبط بدون سبب فيعني انا بقول لك هنا الامور صعبه هنا زي ما انا بقول لك بس يعني الاثاره والمتعه لازم تبقى موجوده في الحاجات دي شيكابالا الحمد لله خلاص بنسبه كبيره رجع وبقى جاهز بنسبه 100% لكن انت عارف بقى سياسه مستر جوميز الفتره الاخيره ان هو ما بيعلنش عن القايمه اللي موجوده فالنهارده شايف شيكابالا ممكن يبقى موجود او ممكن ياخد فتره من الفترات بعد فتره الغياب اللي تعتبر انت داخل اهو في حوالي 3 شهور طبعا شيكابالا نجم كبير ادرى واحد بالجهاز الفني مدير الفني يعني هو دلوقتي شايفه ان هو جاهز فنيا ان هو يبدا المباراه هيبداه شايفه ان هو هياخد جزء هيديله جزء لكن طبعا عوده شيكابالا قوه للفرقه وبتدي ثقه للاعيبه في الملعب فاحنا الموضوع يعني انا بس انا بتكلم عن الناس اللي هي كابتن خالد الناس بتقعد تكتب على حاجات ما يعرفوش ايه اللي بيحصل في التمرين انت بتقعد تسمع انا قلت في اول حلقه قلت مش كلنا كجمهور نبقى على درايه تامه بكل ما يحدث داخل
فريق الكوره في نادي الزمالك او داخل الكواليس زي ما بنقول. ما فيش حد بيبقى عارف، هو الجهاز الفني اللي عارف يعني، هو ما فيش حد مش عايز مصلحته. صحيح. هل جوميز ده عايز ينزل يخسر؟ اه بالظبط، عايز يكسب، مش عايز ينجح مع النادي. مصلحته مع مين؟ مع اللعيبه الجاهزه. مصلحته مع مين؟ مع اللعيبه اللي في فورمه كويس. مصلحته مع الجمهور اللي هو مش عايز يزعل الجمهور برضه، مش عايز برضو. عايز يكسب بالظبط. فاكيد هو مش بيضر نفسه، بس هو في حاجات في التمرين احنا ما نعرفهاش اكيد بتحصل في التمرين، فهو عشان كده بياخد القرار اللي هو اخيرا يا كابتن محمد، لو هتقول رساله لنادي الزمالك النهارده في المباراه، او رساله للفرقه بقى بشكل عام الفتره الجايه. احنا ان شاء الله بنتمنى لهم التوفيق، بنتمنى للعيبه كلها التوفيق، واحنا بس كل القصه ان احنا عايزين ترجع القوه بتاعه الفرقه بالذات قبل ماتش بيراميدز. ليه؟ لان انت هتلاعب فرقه عندها سكواد جامد، فاحنا عايزين نبقى في افضل حاله لينا، لان الحاله الفنيه بتاعه اللعيبه في المباراه اللي قبل المباراه قويه بتاثر في ردود الفعل في المباراه. فنتمنى لهم التوفيق، ونتمنى للجهاز التوفيق الفتره اللي جايه، ونتمنى لاولادنا الصغيرين كلهم ان هم يبقوا قد المسؤوليه، ونشوفهم نجوم كده في الفريق الاول ان شاء الله. باذن الله كابتن محمد حسن، انت شرفتني ونورتني، انا بشكرك شكرا جزيلا، واكيد بتمنى لك كل التوفيق يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن. شكرا كابتن. يعني مشاهدينا خلصنا كلامنا النهارده في نهارك ابيض، اخيرا كل التوفيق لنادينا نادي الزمالك النهارده في مباراته امام نادي الداخليه في بطوله الدوري العام. شكرا موصول لحضراتكم على حسن المتابعه، واشوفكم دايما على الف خير.